guys, keep on اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. واليوم بدنا نفتح يعني هي البيضة. ليش انت عم تحكوا لي؟ بليز 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 ما بعرف ليش. اول شيء طبعا بدي البس الخودة. قالوا لي انه اذا لبست الخودة يعني بتمشي سريعة اكتر. اوكي هلو. ياي اوكي طيب. كم عندي اللايك؟ 482 كتير منيح. طيب هلا بدي افتح البيضة. يلا نفتحها. اوكي 1 2 3. لا 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 نو 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 خلاص انسوا الموضوع انسوا الموضوع انسوا الموضوع انسوا الموضوع. انا اصلا عندي حصان. انا عندي حصان. لا رح انجن. طب بدي اشتري الحيواني شغلي. بدي يكون شوي كيوت اكتر يعني من هيك. الله يا الله يا الله. ليش طلع لي هاي الاشي المقرف؟ ليش طلع لي مرة تانية؟ خلاص رح لبس له بس هاي النظارات. ما رح لبس لك شي. لا روح ابعد عني. اوف لا ليش ليش يا ماني مصدقة. طيب قطتي القطوطة رح اعتني فيها ورح اشتري لها هاد. واو حلو قطوتي. خلينا نلبس. اف اف بدي البس مثلك يا قطوتي. القطوطي انا وقطوتي. تعالي قطوتي. والله والله ما حبيت يعني ما حبيت الاشي المؤخر. شو نعمل؟ اي وجه؟ خلاص رح نخليها. اوبي انا وقطتي انا وقطتي القطوطة. ياي طيب بدي اعمل حالي اوف لاين. اوكي مين اون لاين؟ واو العالم كله اون لاين. واو والله العالم كله اون لاين. واو ماني مصدقة. اوكي طيب ماشي. مين هاد؟ هاي لابسة هيك مثلي يعني. واو قطوتي بدها تشرب. والله 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 رح بديكي من سنة تشرب. بعدين رح اخذ الحصان لحد تكبره. يلا واو يونيكورن. واو في نمر وفي يونيكورن. وبي 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 وبي. طيب 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 طيب. انا ما بعرف امتى رح رتب البيت. اوكي واو ليش هالاشي عم يطفو؟ ايش واو. طيب طبعا انا هلا بدي رتبه شوي. حرتبه شوي وبس. اوكي
راح خلي هدول الشغلات تبع الحيوانات أليفة بتطير بالسماء، السماء العالي كتير. واو هون، هاد هون، وهاد هون كمان أفضل، هاد هون، وهاد هون، أوكي، وهاد هون، واو، هاد هون، بسم الله، هاد هون أكبر، هاد هون، وهاد هون، وهاد هون، لا 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 هيك، لازم نكبره من شان يصير يطير كتير 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 كتير. طيب ويني أنا على فكري؟ أنا لابس نظارات يعني. اوكي، اوبا، صار اشي كتير يعني مضحك. اوبا، كيف هلا بدك تنام؟ هلا كيف بدك تنام؟ ماشي ماشي، خلينا نجرب. قطتي بتنام يا جماعة، نايمة. طيب رح أعمل شي شغلة، إنه هدول من شان تيجوا وتوقفوا عليهم. ياي كتير حبيت، يعني حبيت الإشي. واو 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 واو. طيب قطتي روحي نامي، لا عليكي روحي نامي، روحي نامي، كلي واشربي واعملي شو بدك ياه. بدك تشربي؟ ماشي. بدك تاكلي؟ صح. يلا كلي 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 كلي. اوكي طيب ماشي، واحنا لا طبعا بدنا نطلع من البيت. يلا يا ميلا تعالي، قطتي القطوطة، قطوطتي القطوطة، قطوطتي القطوطة. اوكي هسه رح اعمل شي شغلة. ليش يا جماعة ما دلع كمان هاد الحيوان؟ رح اغير له الاسم، رح اسميه اسراء. رح اسراء جيمر يو، لحظة، يو تيوب. لا ما في سر. اسراء جيمر رح اعمل يت، لا لا خلينا نسميه شي اسم. يلا نسميه سوسو. طيب 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 خلينا نشوف الصفات تبعه. ام 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 ولا شي، خلاص هو ولا شي. نلبسه هيك. Hello, your rainbow. Hello, your rainbow. واو شوفوا انا وشوشو كتير عم نشبه بعض. بده يشرب، يروح اشرب 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 اشرب. واو عجبتكم صح؟ يلا احكوا الحقيقي.
حبيت. يعجبك صح؟ كمان حيواني بتبين امك انت. شوفوا جيجي وشوشو. جيجي وشوشو مرحبا. خلاص خلاص طيب. طيب رح ناخذ عصير ونحتفل بالقط بالبلبل. شيك عم شيك هاد الايموجي. كيف يعني هاد الايموجي؟ والله ما إلي دخل. طبعا انا بدي اطلع وشوف بيوت المتابعين كيف رتبتون. يا رب تكون هاي مرتبيته منيح منشان نستمتع. بدنا ننطنط. شو صار؟ طيب رح ندخل على هذا البيت. حط لايك حط لايك حط لايك حط اللايك حط اللايك حط اللايك حط اللايك. ندخل على البيت. يا رب يكون يعني حلو. نو 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 بيجنن. اوه بس ليش الاساس ما عم تطير؟ اوه هي عم تطير. ماي جاد. هلا بالغرفة. هلا والله بالغرفة. شكرا احنا. طيب هون في السينما. هون في مكان الالعاب. هون في مكان الرئيس. طيب شوفي هون كمان. هون في غرفة المدري شو. هون في غرفة الرئيس وهيك. احنا رح نطلع وبدنا نشوف البيوت الاخرى. يعني على فكرة بدنا نلاقي شيء شغلي. يا اخي ندخل على بيتك. حط لايك حط اللايك وندخل. يا رب نلاقي هون في باركور. وين الباركور؟ بدي شي باركور. بدي العب باركور. ليش ما في باركور؟ ليش؟ شو هاد الغرفة؟ بس الصراحة الألوان كتير عجبتني. هاد حلو والله. رح أخذ منه الفكرة. كمان الغرفة كبيرة وحلوة. يا غرفة الحيوانات الأليفة. رح استغل هذا البيت في الحمام. طيب. ايه انتي اسمك يو يوتيوبر. طيب يوتيوبر رح نروح على بيت يوتيوبر. يلا تعالوا نروح على بيت يوتيوبر. سوينا ما فكرة وين بيتك يعني. وين بيتك خلينا ندخل على البيت. صغير كيوت. اوكي خلينا ندخل. عجبتني الصراحة الأرضية. المطبخ كتير مرتب. يعني المطبخ حلو. واو الغرفة صراحة حلوة. بس هون لو حطيتي هون زربية رح يتحسن ورح يصير بيرفكت. اوكي هاد حمام حلو الصراحة. حبيت. يلا نطلع 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 نطلع.
احنا نشوف شي بيت تاني. يا رب نلاقي باركور، يا رب نلاقي باركور، نلاقي باركور. بيت من حد هنا. شي بيت يكون اسطوري. بدي ادخل شي بيت الاقي فيه. اوكي هاي زوزو، اوكي نروح على بيت زوزو. حط لايك بوف. ندخل ورا، ندخل على البيت. عجبني الكولر. انتي بنوتي، انتي يعني الكولر يلي بيعجبك، الالوان البنوتي يعني. هلو كيتي، واو كتير حلو. هاد حمام حلو كتير عجبني. لا لقيت، لا تقولوا. طيب خلينا ندخل نشوف البيت اكتر. واو كتير حلو، بعرف انك ضيعتي عليه هون فلوس كتير. بدنا ناكل. هي ليش انتي بيتك بيعلق؟ اوكي. وينك؟ قلنا لك وينك. احنا بدنا نروح على بيت يوتيوبر، يعني بظن راح يكون بيت كثير حلو. في مرشاح. احنا عم بنبحث على بيت يوتيوبر. وين اليوتيوبر؟ وين اليوتيوبر؟ وين؟ هيو بيتك، اخيرا لقيناه. اخيرا يلا. يلا 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 يلا. واو كتير حلو يعني، واو. خلينا نركز بالبيت، شوفوا الجمال، جمال البيت. واو حلو. هاي بدي اشتريها، نفسي اشتريها بس كتير غالي. شغلة ثانية. واو واو بجنن بجنن. صاروخ الأكل، صاروخ الأكل، أنا بقى بسميه صاروخ الأكل. واو هاد الدوش بيرفكت. واو أسطوري أسطوري أسطوري. شو هاد؟ بدي مكان أكل بليز، مكان أكل. بدي مكان أكل حيوانات، مكان أكل حيوانات. كيف نطلع من هون؟ نطلع 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 نطلع. أوف لا ما بنقدر. بابا 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 بابا. وصلت. كتير حلو، عملتي الخدعة اللي قلت لك، يعني هي خدعة كتير معروفة. أنا عملتها بشي فيديو صح؟ إيه عملت فيديو حيل بخدعة بالله هيك اسمه. اوكي حيواني بدي اكل. اوكي با. كتير حبيت صراحة، بحس حالي اني بمشي كتير 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 بسرعة وما بقدر اني اركز. رح اغير لبسي. رح البس اللبس العادي يعني. ما رح البس اللبس العادي، يلا
بس رح البس هذا الحذاء، يعني ما بدي يكون سريعة كتير، هيك كتير منيح، هيك أنا مو سريعة أبدا. وبدنا نرقص 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 نرقص. ياي كتير حلو. نحتفل. كتير حلو. صراحة كتير حبيت. يا جماعة بيوتكم بيوتكم كلكم كلكم كلكم، وإن شاء الله أعمل سلسلة بقناتي واللي هي إنه بشوف بيوت كل متابعيني، وبس رح أعمل كل يوم رح أشوف بيت حدا ورح أضل فيه يوم كامل، يعني كتحدي صغير بس. طبعا يا جماعة بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكمان احكوا لي رأيكم عن هاد الشوشو المقرف صراحة، ما حبيته. ما بدي. ليش ما حبيته؟ لأن عندي حصان تاني وأنا ما بدي. يا جماعة احكوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم هيك المهم. يلا خلاص باي. سو أتمنى يكون عجبكم، تكونوا استمتعتوا، احكوا لي رأيكم وكل شيء، وبس اشتركوا بالقناة، حطوا اللايك، وبحبكم كتير، بحبكم كتير، باي.